السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنحل محافظة دمياط رقم 9 صفحة 240 و241 الصف الخامس الابتدائي من كتاب سلاح التلميذ. السؤال الأول، اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاة. الرقم الذي يوجد فيه الجزء من 100 في العدد العشر. الرقم الذي يوجد فيه الجزء من 100. 7 دي أحاد، الواحد ده جزء من 10، الخمسة ده جزء من 100، التلاتة جزء من 1000. هو عايز الجزء من 100 بياخد الخمسة. العدد 56 من مضاعفات العدد. انا ايه الرقم اللي موجود عندي لما اضعفه ازوده هيديني 56؟ ممكن نفك 56 كحاصل ضرب، هعرف ايه مضاعفات 56. عندي هنا 7 في 8 هتديني 56، يبقى 56 من مضاعفات العدد ايه؟ 7. تعال نشوف السؤال اللي بعده، سؤال رقم 3. بسم الله. عندي هنا 9 من 10 اتضربت في كام ادتني 900. 9 من 10 اتضربت في كام ادتني 900. حرك العلامة رقم، ادي اول صفر. حرك العلامة رقم، ادي اول صفر، وحط صفرين، زود صفرين، يبقى كام؟ يبقى كده 3 اصفار، يبقى ضرب في 1000. اضرب في 1000، حرك العلامة 3 ارقام على اليمين. اول رقم 9، تاني رقم مش موجود حط صفر، تالت رقم مش موجود حط صفر. السؤال رقم 4، تقريب العدد العشري. سؤال 4، 9 235 جزءا من 1000. لأقرب نقط هو 9 و2 من 10. تعال نجرب أقرب عدد صحيح. الاتنين مش هتزود، هتبقى 9 فقط. تمام، ده مش معايا. التقريب لأقرب 100 ما عنديش خانة مئات. الأحاد هتزود تبقى 1 و10، لا جزء من 10 فين جزء من 10 اللي هو الاتنين. التلاتة تزود، لا أشيل التلاتة وأشيل إيه الخمسة، يبقى 2 علامة 9، يبقى جزء من 10. السؤال اللي بعده، سؤال رقم 5. الجملة الرياضية، تقضي مريم ساعة و15 جزء من 100 ساعة في المذاكرة، و45 من 100 ساعة في المشي، تمثل. ده تعبير رياضي ولا معادلة ولا متباينة ولا غير ذلك؟ هي الوقت بتقضي ساعة وربع في بتذاكر ساعة وربع، وبتمشي 45 من 100 في المشي. ايه التعبير الرياضي في ده او المعادلة؟ المعادلة تضمن علاقة تساوي، المتباينة لازم يكون عندي اكبر او اصغر، يبقى هي لا تعبير رياضي ولا معادلة ولا متباينة، يبقى غير ذلك. السؤال رقم 5، رقم 6، قاعدة النمط التالي، 1 4 7 10. من 1 لـ4 زود 3، من 4 لـ7 زود 3، من 7 لـ10 زود 3، يبقى احنا بنزود 3 جمع 3. سؤال رقم 7، 5 أمتار بيساوي نقط كيلو. من صغير لكبير بقسم، من صغير لكبير بقسم، بقسم على الكيلو في 1000 متر، هقسم على 1000، هاخد الخمسة اقسم على 1000، احط علامة بعد 3 ارقام. ادي الرقم الاولاني، التاني مش موجود بحط صفر، التالت مش موجود بحط صفر، والعلامة العشرية والصفر، يبقى 5 اجزاء من 1000. السؤال التاني، سؤال رقم 8، عين ميم الف العددين 8 و12. هفك التمانية حاصل ضرب، وهفك الاتناشر كحاصل ضرب. ادي التمانية ويدي الاتناشر. التمانية 2 في 2 في 2، ليه؟ التمانية 2 في 4، الاتنين اولي والاربعة مش اولي، بفكها 2 في 2. طيب والاتناشر؟ عندي الاتناشر 3 في 4، ادي الاربعة فكتها 2 في 2. طب والتلاتة خليها بره، ياخد اللي اتكرر فوق وتحت، عندي 2 وعندي 2، 2 في 2 ب4، يبقى العامل عندي بيساوي 4. السؤال اللي بعده، سؤال رقم 9، عند قسمة العدد 47 جزء من 100 على 10، هقسم على 10، حرك العلامة على اليسار رقم، هتبقى ادي 8 4، حرك السبعة ادي العلامة العشرية، فإن قيمة الأربعة تتغير من 4 من 10، هي 4 من 10 بقت 4 جزءا من ايه؟ 4 جزء من 100. عايز قيمتها، يعني عايزها بالحساب، تبقى 4 جزءا من 100. السؤال رقم 10، إذا كان إن ناقص 49 جزء من 100 بتساوي 13، 65 جزء من 100، عايز قيمة الإن. عندي المتغير في الأول بعده ناقص، أقلبها مسألة جمع ونجمع. بسم الله. عندي 5 و5 10، صفر ومعانا الواحد، 1 على 6 7، 7 و4 11، 1 ومعانا الواحد، جت العلامة نزلها، 1 و9 10، 10 و3 13، 3 ومعانا الواحد، 1 على 1 2، مفيش عندي عدد نزل 2 زي ما هي، يبقى 23 عندي 1 جزء من 10، طبعا مش محتاجة الصفر في خانة الأجزاء. السؤال اللي بعده، سؤال رقم 11،
العدد الذي عوامله لما يقولي العدد هضربهم في بعض، 3 3 5 2، ببدأ أضرب العدد في بعض. عندي هنا سيب الاتنين في 5 بـ10، دي خليها في الآخر. 3 × 3 بـ9، اضرب الايه 9 × 10، اضرب عدد يدينا 0 عشان يسهل لك الضرب. 9 × 10 هيديني 90. سؤال رقم 12 جايب لي عدد في صيغة ممتدة وعايزه في صيغة قياسية. انا عندي هنا 600 وعندي 7، يبقى العدد الصحيح 607. ادي اول حاجة، واحط العلامة العشرية وادور عندي ايه الخانات اللي مش موجودة. عندي 5 من 10 جنب العلامة، عندي 1 جزء من 1000. طب جزء من 100 موجود؟ لا مش موجود، حط مكانه 0 الاول وبعد كده نكتب الواحد. سؤال 13، عندي هنا المضاعف المشترك الاصغر ميم ميم الف للسبعة والخمسة. طبعا الخمسة ده عدد اولي، بفكه 5 في 1، والسبعة برضو عدد اولي بفكه 7 في 1. عندي المشترك فوق وتحت، ما عنديش، بنزل السبعة وبنزل 5 في المضاعف، بنزل كله 5 × 7 = 35. ولو جينا نبص هنلاقي ده عدد اولي وده عدد اولي، بضربهم في بعض يديني المضاعف، لان في المضاعف بنزل كل الاعداد. المقسوم عليه في المسألة، عايز هنا المقسوم عليه، هنا المقسوم، ده المقسوم عليه، ده خارج القسمة، المقسوم عليه 45. سؤال رقم 15، اكمل نموذج مساحة المستطيل المقابل. طبعا باخد ال20 اضربها في ال300، باخد نفس ال20 اضربها في ال50، ال20 اضربها في ال4، وارجع اخد ال6 اضربها في ال300، 6 في ال50، 6 في ال4، وبجمع كل الارقام. هو عايز الخانات الناقصة، مش عايزين نجمع. هنا اخد ال20 في ال50، ال2 في 5 بـ10، ومعايا 0 و0، نزل الصفرين، يبقى عندي الناتج 1000، ده اول واحد. تمام، السؤال اللي بعده هياخد هنا الستة، 3 × 6 = 18، ومعايا 0 بنزله. كده احنا حلينا النقط اللي هو عايزها، ومش عايز الناتج، خلاص مش حاجة. السؤال الثالث، سؤال رقم 16، عندي مسألة ضرب وعندي برضو مسألة ضرب. تعالى نشوف العلامات، مش محتاجة اضرب، هو نفس الرقم. طالما هو نفس الرقم هجمع العلامات واشوف مين العلامة الكبيرة فقط. هنا علامة بعد رقمين وهنا علامة بعد رقم، طبعا اللي بعد رقم هي الكبيرة. في العلامات بمشي بالعكس، العلامة الصغيرة هي بتبقى الكبيرة. السؤال رقم 17، عندي مسألة اسم، هنا علامة بعد رقم وهنا علامة بعد رقم، خلاص هنمشي العلامتين، هتبقى دي 49 ودي 7، اللي اضربه في 49 اللي اضربه في 7 يديني 49، 7 × 7 = 49، يبقى اخد 7، لان العلامة هتروح مع العلامة، دي بعد رقم ودي بعد رقم. السؤال رقم 18، عندي مسألة ضرب، هنزل الصفر الاول، 40 × 13، هنزل الصفر وبعد كده بضرب، هنزل الصفر وبعد كده بضرب. بسم الله، 3 × 4 = 12، 2 ومعانا الواحد، 4 × 1 = 4 ومعايا 1 يديني 5، يبقى 520، يبقى ناتج معانا 520. ونشوف السؤال اللي بعده، سؤال 19، إناء ساعته 2700 ملل تكون سعته باللتر، عايز يحول من ملي لتر لتر. عشان أحول من ملي لتر لتر بقسم على 1000، أحول من ملي لتر لتر بقسم على 1000، هاخد الرقم ده 2700 × 1000، هقسم على 1000. عندي عدد مفهوش علامة عشرية، أحط له علامة بعد 3 أرقام، عدد مفهوش علامة عشرية هحط له علامة بعد 3 أرقام، أدي 1، أدي 2، أدي 3، أدي العلامة العشرية، أدي 2. طبعا عندك في الاختيار كله مش هتلاقي اصلا الرقم ده، ليه؟ علشان انا قلت لك عندك في خانه الاجزاء لما تلاقي اصفار احذفها، ما احناش محتاجين، لاني ما عنديش عندي خانه الاجزاء لما يكون فيها اصفار ملهاش قيمه، فانا هكتبها شيل الاصفار وهتبقى 2.7. السؤال اللي بعده، سؤال رقم 20، ناتج تقدير 5 و16 جزء من 100 زائد 14 و78 جزء من 100 لاقرب عدد صحيح. اقرب عدد صحيح اللي هو الخمسه، الواحد تزود، لا شيل العدد واكتب الخمسة زي ما هي. 14 ده العدد صح، السبعة تزود، السبعة تزود، يبقى الـ14 بقت 15، وهنجمع 15 + 5 هيديني 20، يبقى العدد معايا 20. السؤال رقم 21، العوامل الأولية للعدد 35، ايه في ايه بيديني 35 وأعداد أولية فقط؟ إلا خمسة أصلا عدد أولي. العوامل الأولية لعدد 35، الخمسة في 7 × 35، يبقى 5 ومعايا كمان 7، الاثنين مع بعض. هنا اشترط اوليه فما ينفعش اخد دي. السؤال اللي بعده، سؤال 22، عندي مساله ضرب 53 × 24، هنا 53 × 23. تمام، انا عندي هنا ال 53 ضربها في ال 23، ال 24 ده قسمها 23، الـ24 اهي 23 + 1، 23 + 1 يديني 24.
خد التلاتة وخمسين، ادي التلاتة وخمسين بره، ضربها مرة في، ادي في، ضربها في التلاتة وعشرين، هياخد التلاتة وخمسين يضربها في الواحد، ادي الخمسة تلاتة في واحد، واحد تلاتة وخمسين في واحد هيديني نفس الرقم التلاتة وخمسين. ونشوف السؤال الرابع. بسم الله، أوجد عين ميم ألف وميم ميم ألف للتمانية ولستاشر، أكتر رقم بيكرر معانا هو التمانية، أدي الستاشر، التمانية اف ايه بتديني تمانية، أعداد أولية فقط، ناخد العامل وبعد كده ناخد المضاعف. العامل هاخد اتنين في اتنين في اتنين، تمام، التمانية اتنين في أربعة، الاتنين أولي والأربعة مش أولي بفكها اتنين في اتنين. طب الستاشر، الستاشر أربعة في أربعة، أدي الأربعة الأولى، ادي اربعة في، ادي الاربعة التانية في العامل، هاخد اللي متكرر فوق وتحت، هاخد اللي متكرر فوق وتحت، يبقى عين ميم الف هتساوي اتنين في اتنين في اتنين هتديني تمانية، ده كده العام. طب ناخد المضاعف ميم ميم الف، هنزل كله، هاخد الاتنين باخد واحد، والاتنين باخد واحدة، والاتنين باخد واحدة برضو زي العام، بس بقى معايا اتنين باخد، تمام، ضربنا اتنين في اتنين في اتنين ادتني تمانية، الاتنين في تمانية بستاشر، يبقى ميم ميم الف عندي ستاشر. ونشوف السؤال رقم اربعة وعشرين، هاسم على خمسة وعشرين، ده اسم مطولة وضرب الاتنين يعملهم برة عندي هنا. طب نشوف اخر سؤال وبعدين الاتنين نحلهم برة. طريق طوله تسعمية اربعة وعشرين وتمانية من عشرة كيلومتر، رصف منه خمسمية وتسعتاشر وخمسة واربعين من مئة كيلومتر، كم كيلومترات بكى دون رصف؟ ده كيلو وده كيلو وناتج كيلو، تمام، ده مسألة طرح، هاخد الرقم الكبير ناقص الرقم الصغير اللي هو تسعة اتنين أربعة علامة صفر ناقص خمسة واحد، تسعة علامة أربعة خمسة، هنا علامة بعد رقمين وهنا بعد رقم، احط صفر علشان أساوي العلامات وأبدأ أضرب. صفر ناقص خمسة مينفعش، يبقى الصفر ده عشرة، عشرة ناقص خمسة هتديني خمسة، التمانية بقت أربعة، أربعة ناقص أربعة يديني أربعة، جت العلامة نزلها، لأ دي بقت سبعة، سبعة ناقص أربعة تديني تلاتة، سبعة ناقص أربعة تديني تلاتة، تمام، أربعة ناقص تسعة مينفعش، بقت الأربعة أربعتاشر والاتنين بقت واحد، أربعتاشر ناقص تسعة هيديني خمسة، واحد ناقص واحد هيديني صفر، تسعة ناقص خمسة هتديني أربعة. يبقى كم كيلو متر بقى دون رصف؟ أقول له عدد الكيلومترات، عدد الكيلومترات طالما سيبنا كان المتبقية بتساوي أدي خمسة تلاتة علامة خمسة صفر أربعة كيلومتر. وناخد بقى المسألتين اللي موجودين ضرب وقسمة نحلهم بره. تعالى ناخد ايه الاسم، بسم الله، ادي تلاتة اربعة سبعة خمسة على خمسة وعشرين، وتعالى نقسم. اول حاجة هاخد التلاتة، التلاتة صغيرة فناخد اربعة وتلاتين، لو خدت الاتنين في خمسة وعشرين هتديني خمسين، والخمسين هتبقى اكبر فما عنديش غير الواحد، الواحد في خمسة وعشرين بخمسة وعشرين، وبشد الخط وبطرح. أربعة ناقص خمسة مينفعش، هتبقى الأربعة دي أربعتاشر والتلاتة تبقى اتنين، طبعا كده الاتنين خلصت، هطرح الأربعتاشر هنقص منهم خمسة هيديني تسعة، نزل العدد اللي عليه الدور اللي هو السبعة، عايزة حاجة أضربها في خمسة وعشرين تديني حاجة قريبة للسبعة وتسعين، طبعا قلنا الاتنين في خمسة وعشرين بخمسين، طب التلاتة في خمسة وعشرين بخمسة وسبعين، الأربعة في خمسة وعشرين هتديني مية، في المية أكبر فناخد التلاتة، التلاتة في خمسة وعشرين بخمسة وسبعين، اشد الخط وبطرح. سبعة ناقص خمسة مينفعش، بقت السبعة، سبعة ناقص خمسة اتنين، تسعة ناقص سبعة اتنين، اتنين وعشرين اصغر، فانا هنزل العدد اللي بعده اللي هو الخمسة، حاجة اضربها في خمسة وعشرين تديني ميتين خمسة وعشرين، تعالى نجرب، بسم الله، ادي الخمسة وعشرين، تعالى نجرب في الستة الاول، خمسة في ستة بتلاتين، صفر ومعنا التلاتة، الاتنين في ستة باتناشر، اتناشر وتلاتة خمستاشر، لأ بعيدة، ناخد الخمسة وعشرين في التمانية، خمسة في تمانية باربعين، صفر ومعنا الأربعة، الاتنين في تمانية بستاشر، ستاشر وأربعة عشرين، قربنا شوية، ناخد التسعة، تبقى التسعة إن شاء الله،
خمسة في تسعة بخمسة واربعين، خمسة ومعانا الأربعة، الاتنين في تسعة بتمنتاشر، تمنتاشر وأربعة اتنين وعشرين. تمام، يبقى تسعة فوق والميتين خمسة وعشرين تحت، يبقى كده المسألة اتصفرت. يبقى مية تسعة وتلاتين ده خارج القسمة، مية تسعة وتلاتين. نشوف بقى مسألة الضرب. ادي اتنين ستة علامة تلاتة في خمسة واحد. بسم الله، هناخد الواحد في تلاتة بتلاتة، الواحد في ستة بستة، الواحد في اتنين باتنين. تمام، حط صفر مكان اللي انت ضربته اللي هو الواحد، وخد الخمسة اضربها في الاعداد كلها. التلاتة في خمسة بخمستاشر ومعانا الواحد، الخمسة في ستة بتلاتين، تلاتين واحد، واحد وتلاتين، واحد ومعانا التلاتة، الاتنين في خمسة بعشرة، عشرة وتلاتة تلاتاشر، وبشد الخط وبجد. ادي التلاتة، خمسة وستة حداشر، ومعانا الواحد على الاتنين تلاتة، تلاتة وواحد اربعة، تلاتة وواحد يبقى تلاتة. عندي العلامات بقى، نزل العلامة بعد رقم، يبقى الف تلتمية واحد واربعين وتلاتة من عشرة. ادي التلاتة علامة عشرية، واحد، ادي اربعة، تلاتة والفاصلة والواحد. تمام كده، الحمد لله احنا خلصنا المحافظة رقم تسعة. ان شاء الله الفيديو القادم هناخد المحافظة رقم عشرة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.